وحلمنا ان احنا نخلصه في 4 5 سنين او 10 سنين حتى، ده فضل كبير جدا من ربنا لو ايه، لو قدرنا نعمله. بس انا عايز اقول لكم جزء كبير من القضيه اللي اتعملت دي هي مرتبطه تماما بالنمو السكاني، بالنمو السكاني. الدكتوره نيفين وهي بتتكلم على حاجتين قالت عليهم، كلمت على ذوي الاعاقه وكلمت على تظبيط بطاقه التموين. وانا عايز اقول لها واقول للمصريين وهم بيسمعوني، عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين. استمر ايه؟ سنين. احنا ما كناش بياناتنا مش واضحة، وبالتالي حصل استقرار لواقع مش دقيق، استقرار لواقع مش مظبوط، استقرار لواقع في كتير من عدم الفساد. لحد الان بقول الفساد بدليل، وانا قلت دكتور مصطفى ما تقولي الحكايه دي قبل كده، اقولها دلوقتي ولا؟ قلت له انا ليا بطاقه في المنيا باسمي بيصرف بيها والله انا بتكلم بجد، بيصرف بيها الكلام دوت. ما هو في ناس موجوده ما بتاخدش البطاقه فعلا وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي ما تعرفش ان البطاقه ايه؟ اصدرت. لا مستخدمه في حته تانية، في اماكن اخرى. فالرقمنه اللي احنا بنوصل لها، انا بس عشان دكتوره نيفين يعني، الرقمنه اللي احنا بنوصل لها الهدف منها ان انا ابقى شايف كويس ومصنف المجتمع كويس عشان اعطي، مش البلد تعطي كل انسان حقه دون هدر، لان اتشكلت خلال 50 60 سنة اللي فاتوا أوضاع ممارسات، عرفت الناس تستفيد من الـ من الـ من الـ من الدعم والإجراءات اللي كانت ماشية بالطريقة ديت، لأن إحنا لم يتواكب تطور المجتمع وتطور الحداثة اللي جت دي عشان نقدر نظبط ده. إحنا لما وقفت الموضوع ده من سنتين قلت نوقفه لغاية لما نقدر نتأكد ونطمن ان البيانات بتاعتنا درجة جودتها جودة عالية جدا جدا موثوق فيها، عشان ما نظلمش الناس وعشان نعطي الناس حقوقها. دي نقطة. النقطة التانية، انا هتكلم هنا على اموال. ما فيش حد بيعمل، انا بعتبر نفسي كربنا سبحانه وتعالى يعني خليني بقيت مسؤول عن البلد ديت، ان انا رب اسرة، ورب الاسرة بينفق وهو مسؤول امام الله عن ناسه بكل شيء، مش مسؤول عن ان هو يقعد على مكانه ويحافظ عليه، لا والله هو مسؤول عن الناس، وكل ما هيعمل لهم هيبقى ليه اجر كويس، والعكس صحيح. هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا دي، وكل واحد بعد كده هيقابل ربنا، وانا زي غيري هقابله، واتمنى ان يكون لقاء طيب مع سبحانه. نرجع بقى تاني، فالنهارده رب الاسره ده بيقول ايه؟ انا مواردي كام؟ الاموال اللي معايا كام؟ طب انا هفكركم وانا بتكلم معاكم في الموضوع دوت لعده اسباب. السبب الاولاني ان احنا شركاء مع بعض، بيت واحد، انا منكم وانتم مني، فانا لازم احطكم في الصورة. النقطه الثانيه ان احنا عايزين نبقى شايفين مع بعض كويس، مش انا بس اللي شايف او الحكومه بس اللي شايفه. الدكتور نيفين اتفضلي عايز استريح لو سمحتي، اتفضلي. مع بعض اقول تاني، انا هقول على قضايا كانت موجوده انتوا ما بتسمعوش عنها دلوقتي، بس دي اتعملت ازاي. هقول قضيه من القضايا ديت كانت قضيه التامين والمعاشات، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وكان اللي بيحصل في الموضوع دوت، وبفكر الناس انه كان دايما كل شويه يعني الناس تطلع تقول لك حقنا وفين الفلوس اللي خدتها البلد وكلام من هذا القبيل. صحيح اجراء اتعمل سواء كان صح ولا غلط، لكن خلى الدوله بقت ملتزمه امام اصحاب المعاشات ان المعاشات دي لازم تدفع. طب انا بقول لكل الناس في مصر، المعاش بيجي ازاي في كل الدنيا واحنا مش استثناء؟ كل الدنيا بتعمل معاش ازاي؟ انت بتشتغل
مده زمنيه، بتستقطع اموال من راتبك، بتروح تدخل في صناديق، الصناديق دي بيتم استثمارها، الاستثمار ده بيعود بعوائد، العوائد دي تاخد منها لما تخرج معاش تاخد يعني مستحقاتك كل شهر تتقسم يعني. طيب الكلام ده كان معمول في مصر على مدى السنين اللي فاتت مبني على الحد المرتب الاساسي للناس اللي شغاله، وبعض كتير ومش بعض كتير من اصحاب المهن يعطي جزء ضئيل من المستحقات ديت، لان اللي بيشتغل وبيقبض بيهمه ان هو ياخد اكبر حجم من الاموال.